في ايه يا صباح الهم والغم؟ ما لقيتيش اختي غير بنتي اللي تلسني عليها. ومالها صباح يا عين امك؟ مش عاجباكي؟ جرى ايه يا وليا يا طرش البلعات يا كنسة الحارة؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه يا وليا؟ الله يرحم لما كنت داخلة علينا الشارع الكوع مهبب والوش محبب، واللي يستبح بيكي لا يكسب ولا يتسبب. طب لمي نفسك يا عيا بدل ما مسخر بيكي بلاط الحاره. مسخري مين يا وليه يا خارجي بيت انتي؟ طب فكري كده واعمليها، ده انا كنت افتح قرنك انتي واللي يتشددني. ما تلم الدور يا صباح ولا وطلع لك حسي يا مرات المزين يا بتوع الفتله. جرى ايه وليه منك ليها؟ ايه في ايه؟ كلكوا عليها ولا ايه؟ وانتي مال اهلك انتي رخرة؟ ايه اللي حشر؟ صباح ده انا واقفه في صفك. وتقفي في صفي ليه يا حبيبتي؟ قاطعه ما اقدرش اقوم بيهم؟ لا ده انا اقدر اقوم بيهم وب 18 زيهم. يا حارة عرة، يا حارة واطية، يا حارة لا فيها لا حرمة ولا ذكر. السلام عليكم يا طنط انصاف. فخصة عليكم جيرة معفنة. ميرسي مشكرة. جرى ايه يا خالتي؟ انت مش هتبطلي مناكفة في خلق الله وخناقات البلكونات دي كل يوم كده؟ ما هما اللي نسوان غجر بيخرجوني عن شعوري، لكن انا جوايا ست مؤدبه. هما اللي الماما وغجر ومش من مستوايا. خالتي ما شفتيش البلوزه بتاعتي كده المشكره اسمر في احمر؟ مالك يا بنت متلهوجه كده ليه؟ متسربعه على ايه؟ اصل الواد هاني هيعدي عليا عندنا مصلحه كده في عيد ميلاد. قطع وقطع سيرته. هو المعدول بتاعك ده مش ناوي يخلص؟ ما هو يا اما يخلص يا اما يخلصنا. يا خالتي انت مش لسه قايله لي الموال ده الصبح قبل ما انزل الشغل؟ ما هو السقع ابن السقع بقاله 4 سنين وهو مبلط في الخط وما عندوش دم. طالع نازل داخل خارج واكل شارب وما شفناش من امه اي حاجه. نسيتي يا خالتي تقولي قايم نايم. بتتريقي عليا يا بيت؟ اخس عليكي، انا مش هكلمك يا شريهان وزعلانه منك. انا اقدر ازعلك برضو يا قمر يا زينه البنات يا سبوحه يا شحروره انتي يا فاتنه صفت اللبن. ده انا من يوم ما ابويا وامي ماتوا يا خالتي وانتي الوحيده اللي محتضناني. اي لاف يو حبيبه خالته يا ناس. كنت هعيط يا شريهان. ما تستهويكيش عليا يا بنت، انت هتستعبطي؟ بقولك ايه؟ سيبيني لما يجي اشك بكلمتين، يمكن يحس يا اختي ويخلي عنده شوية دم. خلاص بقى يا خالتي، ما هو غصب عنه، والله إن كان عليه هو عايز يدخل النهارده قبل بكرة، وأنا كمان برضه بصراحة يا خالتي بقى. يا نحنوحة يا حلوة، أنا قلت أنا هتصرف يعني أنا هتصرف. يا ريتنا يا اختي جبنا سيره حاجه عدله. اهو جه القرد ابو زديري هيخش دلوقتي يتنطط يتنطط يتنطط. طب والنبي يا خالتي افتحي له بس على ما اغير هدومي وبالراحه عليه. ها ان شاء الله تتفتح دماغه. ما تتنيل تستنى مسروق على ايه؟ هتخرب الجرس ده، هتخرب بيتك. ما تبطل بقى خبطه في دماغك. ايه في ايه؟ بتسرقنا كده ليه؟ صباح الصباح وليالي الملاح على مداوية الجراح السنيورة صباح. اهو صباح زي وشك والسلام. ايه يا اخوي داخل علينا كده زي عود العصب المسوس ادورة وايد قدام؟ انت ما بتحسش؟ قلعت برقع الحياة من ساعة ما ربطت البت معاك؟ ما دخلتش علينا بكيس برتقال. اجيب ايه يا خالتي وانا داخل بيت الكرم كله؟ يعني مهما قلت مش هوفي ومهما جبت مش هيكفي. مفيش بقى لقمه على السخانه عشان هفتن. طب خاسم مهاري تدفع وماله؟ بس اعملوا لنا سندوتشات بقى عشان مستعجلين. مستعجل على الديوان يا خي؟ اديك هتاخد المعدوله تسرح معاك في الموالد كتاكسيت النيله. موالد ايه؟ هو انا ساحب معايا غازيه؟ فيها يا خالتي؟ انت بتكلمي هاني الدبدوب.
اكبر دي جي ومتعهد افراح وحفلات في البلد، وان شاء الله يوم فرحك هظبطك. لو على وشك مش عايزه اتجوز بلاها جواز يا اخوي. جرايه يا خالتي انا بتدلع عليكي، انت زي امي. امك؟ امك مين يا روح امك؟ امك بيعت البطاطا؟ بتسلم عليكي والله، قالت لي اول لما تشوف خالتك صباح تبصيلي. يلا يا شوشو عشان متاخرين. خلاص انا جهزت اهو يا دبدوبي دوبي دوبي. ايه الحلاوه والقلاقه دي؟ عجبك؟ تحفه. كل الشباب صحابي قالوا لي كده. شباب مين يا بنت اللي قالوا لي كده؟ بنكفك يا دوبي دوبي، بهرك بجد التوب. جميل جدا، ده جديد ده صح؟ يعني مش قوي، من ثانوي كده. ثانوي؟ انا برضو بقول ايه ريحه النفتالين دي؟ لا دي ريحه الاسبراي بتاعي بس، هي كارفه بس. اسبراي يقضي على الرائحه والحشرات في ان واحد؟ لا بقى ماشي. طب يلا عشان مستعجلين. فتهدي السرعه شويه. بقول لك ايه، ولا تحتكي بيا ولا تتكلمي معايا خالص، انا على اخري. ماله اخرك؟ يعني عاجبك يعني الامراض اللي بتامرزها لي خالتك صباح دي؟ طب وايه يعني؟ ايه الجديد؟ ما كل ما بتشوفك بتامرزها. ايوه بس الانسان مننا برضك طاقه، وانا هفضل ان شاء الله كده اتامرز لحد امتى؟ وبعدين انا عملت ايه اصلا عشان الامراض اللي بتامرزها لي دي؟ ما هي دي المصيبه، ان انت ما بتعملش. عارف لو كنت عملت ما كانتش امراضاتك، انما انت بقالك 3 سنين داخل واكل شارب نايم قاعد رايح جاي. خلاص بقى سك على الموضوع ده لحسن، وكتاب اللي هخش بينا احنا الاثنين في اي وقت. خلاص 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 براحة.